أدابت وزارة الصحة على إقامة الأيام السنوية لمجموعة من المناسبات من ضمنها عواز اليود، كون له أهمية كبيرة بالصحة العامة. هو يعتبر من المغذيات الدقيقة اللي نقصها ممكن يؤدي إلى تخلف عقلي عند الأطفال، يؤدي إلى قصور درك، وللأسف هي مشكلة إذا بلشنا وما كشفناها على بكير فبتؤدي إلى تفاقم الحالة وغير قابلة للتراجع. مشان هيك وزارة الصحة برنامج عواز اليود هو من ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية اللي بيهدف بشكل أساسي إلى الوقاية من عواز اليود مشان ما نوصل لمرحلة الأذية والتخلف العقلي. نحن من السنة الماضية بدت هي مع عدة أعضاء ورفقاء من المكتب المجتهد بهذه المبادرة لتوزيع اليود ونشره على الأطفال. هو مفيد جدا في منع التخلف العقلي عند الأطفال، فهذه المبادرة صار لها سنة، وهي السنة هي هلا هذه الندوة للتذكرة واحتفالية بمناسبة إنه نشوف سوريا شو صار موقعها. هن لازم 80% بالعالم بيستعملوا اليود الملح الميودن، نحن سوريا مصافة صار 79%، يعني نحن كنا درجة منيحة درجة تانية، ولازم نحافظ على هذا الموقف وعلى هذا الموقع. يعني الحقيقة لطالما حاول يعني برنامج الأغذية العالمي أنه يدعم الاحتفاليات المركزية والأيام العلمية لعواز اليود، من 3 سنين لهلا بكل احتفالية كان برنامج الأغذية العالمي بيشارك وبيساهم وبيحاول يقدم كل الدعم المتاح لبرنامج مكافحة عواز اليود. كلنا بنعرف الأضرار والاضطرابات الناتجة عن هذا العواز. الحقيقة بشكل عام بهذا البرنامج الدعم الفعلي اللي عم يقدمه البرنامج، يعني WFP عم يقدم بكل شهر الملح الميودن بكل سلة غذائية لحوالي 800 ألف عائلة شهريا. هذا عم يكلف حوالي 4 مليون دولار سنويا. عم يكون هذا الملح مدعم انه باليود للوقايه من الاضطرابات. حقيقه هو ماده اليود مهمه جدا للتطور العقلي عند الطفل، فاحيانا عوز اليود بيعمل مشاكل بالنمو العقلي عند الاطفال. سوريا سابقا كان فيها مناطق بتناقص فيها اليود بشكل طبيعي بالمياه عندها، فوقت بالدراسة اللي ذكرها الدكتور فادي مدير رعاية انه ب 93 كان 8% من السكان بس هي عندها إمكانية الوصول الى اليود او بمحتوى اليود بالملح، وطبعا القفزة النوعية اللي ساوتها وزارة الصحة بانه وصلنا لمستوى 79% وهو المستوى العالمي 80% انه من السكان او العائلات تستعمل اليود. طبعا نتيجة الأزمة الظروف الراهنة تراجع هذا الموضوع أو تراجع اهتمام في نتيجة تغير الأولويات.